وسط الملعب الآن، كرة منقولة، حاول إلى الأمام ولكن أيضا عصام الحساوي، كرة منقولة لباسل الفريح، محمد رشدي، رمضان غريب، عصام الحساوي، محاولة إلى الأمام إلى باسل الفريح ولكن مقطوعة من لاتشيزار، هدف جميل من لرمضان غريب، هدف جميل من رمضان غريب، هدف مميز يستحق بأن يكون أفضل أهداف البطولة. هنا المتابعة والتسديدة ولكن إلى خارج أرض الملعب. كما نتابع لاحظ رمضان غريب يا سلام على الأهداف الجميلة. كما نتابع نحن نسير في الدقيقة 17، ثلاث دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة، اللقاء الأول يجمع العلاء والسلام، 4-1 لفريق العلاء، نتيجة كبيرة فضل الانسجام ما بين محمد رشدي ورمضان غريب وعصام الحساوي وباسل الفريح وهملان الهملان. عصام الحساوي كما نتابع رمضان غريب لاعب المميز المحترف الذي خاض تجارب احترافية في العديد من الدوريات الخليجية والبطولات، لاعب المنتخب المصري. هنا التسديدة والمتابعة، كرة منقولة، محاولة ولكن إلى خارج أرض الملعب من عصام الحساوي. أحمد التركي مع لاتشيزار، نحن نسير في الدقيقة الأخيرة شوط المباراة الثاني، إلى رمضان غريب أفضل لاعب في المباراة، رمضان غريب قائد فريق العلاء، ساهم في تسجيل 3 أهداف وسجل هدف، هذا اللاعب المميز، لاعب المحترف. سير مشاهدينا في الدقيقة 20 ثانية المتبقية، هنا المتابعة والتسديدة ولكن الحارس يعلن الحكم عن نهاية الشوط الثاني والمباراة ما بين فريق العلاء والسلام الذي انتهى 4-1 لفريق العلاء. سعدت كثيرا بلقائكم مشاهدينا الكرام، ألتقي معكم في اللقاء القادم بحول الله تعالى.
طبعا العلاء يفوز 4-1 معنا كابتن رمضان. كابتن اول شيء ابارك لك الشهر، بما ان اسمك رمضان فراح ابارك لك الشهر مره ثانيه مره ثالثه. كابتن كلمنا على الفوز هذا. احنا قبل اي حاجه طبعا برحب بساده الضيوف اللي في الاستوديو طبعا، وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين. وبخصوص المكسب ده الحمد لله احنا بنحمد ربنا على المكسب. ازاي كابتن؟ يعني اليوم فزنا نتيجه حلوه 4-1 على السلام، في تحضيرات حق المباريات الجايه بما ان يعني المباريات الجايه راح تكون مباريات اقوى. احنا والله العظيم احنا بناخد ماتش بماتش، يعني ان شاء الله الماتش الجاي بقى نعرف هنلعب مين الاول، وبعد كده ان شاء الله نستعد ان شاء الله كويس. زين يقولك الرابع عامل بلبله ولاية في الاستوديو، عايزين يعرفوا متعمد كنت ولا لا على الله مشت؟ اي قبل ما تطلع من رجلي انا ما كنتش متعمد، بس اما عليت فوق خالص صراحه ربنا قلت ان شاء الله هتخش، انا كنت متاكد انها هتخش، حتى اسال الحكم اللي كان بره قلت له يا كابتن قبل ما تطلع من رجلك هتخش ان شاء الله. كابتن راضع في اداء فريقك ولا الحمد لله تطمح للافضل، ولا تشوف ان هذا حدكم ها مستواك بما ان بطوله يعني شمال حسب بطوله كبيره قادرين بهالفريق تاخذون هالبطوله؟ احنا صراحه ربنا احنا مش هقول لك احنا ناخذ البطوله، احنا بس ايه ننافس بس اللي احنا نوصل بس المربع، وبعد كده ربنا يسهل ان شاء الله. مبروك كابتن. ماشي كل سنه طيبين. شكرا شكرا. كان معانا كابتن رمضان، قال طبعا قوله انه هو كان ناوي يحط الجول مشت وياه. ابداح الكلمه لك. شكرا زميلي محمد، واعتقد يمكن اللاعب رمضان غريب من شوت كابتن محمد، واضح انه متجه للجول يبيها هدف، وفعلا هدف عالمي. ونبارك لفريق العلاء بفوزه على فريق السلام بنتيجه 4-1، واقول بالاخص من فريق العلاء يحمل رقم 4 احمد تركي، جولك اهديته حق خالد الفضلي. ها في اكشن بيني وبين احمد صار قبل الجول، انت مهدد قبل الجول عرفت. فشوف بالنسبه حق هدف رمضان احلى هدف بالدوري لغايه الان، سواء لا. كان مقصود ولا غير مقصود، لا مقصوده من شوته واضحه بغض النظر، حتى لو مقصود بس يبقى في فكره عرفت. يعني ما انت حكى عن الجوده انه دايركت بالجول عرفت، بس انه على الاقل فكره موجوده، فيعتبر لحد الان اجمل هدف. بالنسبه حق احمد تركي، احمد تركي اخو عزيز بيني وبينه تاريخ كبير في لعب السكيك عرفت. شوك تهدد فرايح له قاعد اقول له انت تلعب وانا بلعب، فرد علي بالملعب لما لعب كيف اقول سجل هدف حلو، يعني هدف ثاني هدف ثاني، هو اللي رجح كفه الفريق، كانوا متعادلين 1-1. نعم. اضافه طبعا الى فريقهم اعتقد انه يملك اهم او اهم اساس الفريق هم لاعبين، هملال الهملال كمركز حارس مرمى ثابت من المرمى، اضافه الى رمضان غريب اللي هو عنصر التحول باي فريق يلعب وياه. للامانه متابع من دورات رمضانيه قديمه. كذلك محمد رشدي لاحظ معي يعني كذا بطوله محمد رشدي. انا اقول لك رمضان تحركه الفريق كله يعتمد على حركه رمضان. انا هذا اللي قاعد الاحظه، الفريق كله طبعا مع عصام الحساوي وتسجيل الهدف الثالث، احمد تركي تسجيل الهدف الثاني، يبقى باسل فريح بتحركاته، لا ففريقهم يعني نوعا ما فريق مناسب. حلو الموضوع انه يعني الفريق السلام ايضا فريق جيد، ولكن ما قدر يجاريهم بعد تسجيل الهدف الثاني، كانت المباراه يعني اخذ وعطاء عندما كانت 1-1، لما تفوق الفريق بتسجيل احمد تركي الهدف الثاني فرق. نعم كابتن سمير عندك شيء؟ اي كابتن انا بس هو طريقه لعب السلام، يعني عندهم لاعب مثل هذا لاتشيزار البلغاري، اي البلغاري هذا يعني عنده امكانيات لم تستغل، هم اساسا طريقه لعبهم 1-2-1، في عندهم لاعب متاخر رقم 7 اللي هو محمد ساق الله، ما ادري هو ايراني محترف ولا منهم فيهم الله اعلم، بس انا اتوقع ان لان طريقه لعبه كانت مميزه شويه. لاتشيزار هذا لاعب بيفوت، يسمونه بالصالات بيفوت، اللاعب المتمركز قدام عند السته هذا، ولاعب طويل وجسمه قوي، يعني طريقه اللعب واضحه، حدس ومسانده خلفيه من الاطراف على طريقه لعبه، بس ما شفنا هذا الكلام مطبق يعني بشكل جيد، طبقوه في اول 5 دقائق استطاعوا ان يسجلون هدف التعادل، قلت انه راح يردون في موجه اللعب، لكن تفوق محمد رمضان وعصام الحساوي بلمساتهم السريعه والمرتدات السريعه قدروا ان يسجلون الهدف الثاني والثالث، فهبط اداء الفريق. طبعا هني عاد دور ليدر اللي هو محمد رمضان ومحمد رشدي انه شلون يموتون اللعب، وانا فارق 3 اهداف، وهذا اللي كان وايد فرق ما تملكه لما تكون مسجل 3 اهداف، يروح يندفع على الفريق الثاني يتفاجئ انه يصير عليه تعادل، بس هم قدروا يديرون اللعب ونحو المباراه على راحتهم يعني. نعم كابتن ثامر عناد، قبل ان نتابع المباراه تحكينا باسباب اعتذارك عن تدريب نادي سليمان خات، ذكرت قبل قليل انه عندك دوره
تدريبية في دولة قطر، ودنا توضح لنا أكثر للمشاهدين. يسمونها دورة البرو، آخر شهادة يعني حق المحترفين بروفيشنال، هي فوق الـ A، يسمونها A بروفيشنال أو البرو. هي على 3 مراحل تصير، المرحلة الأولى بالكويت، المرحلة الثانية بقطر، المرحلة الثالثة بالكويت، يعني على 3 مراحل. بس احنا ورا العيد يبين ان المرحلة الأولى تبدأ بقطر ولا مرحلتين بالكويت أول شيء، وهذا فيبين كل شيء ورا العيد. هي طبعا آخر شهادة هذه المحترف فيها دوليا، وأنا كنت من المفروض إني آخذها من الموسم الماضي، بس ولكن اعتذرت عشان الفريق وعندي المسابقات، فما تقدر أنت تعتذر سنتين ورا بعض، خاصة إنه يعني القوانين يمكن حتى الحين السنة هذه ما تقدر تستلم فريق إلا إيه، يمكن حتى فرق ال 14 وفرق ال 18 هذه القوانين الجديدة من الاتحاد الآسيوي والاتحاد. إلا كان عندك شهادة تدريب حرف إيه، شهادة إيه بعد سنتين ما يصير تمسك إلا شهادة إيه بروفيشنال أو إيه البرو، فأنت ما تدري شنو القوانين اللي تصير. فهذه آخر شهادة تدريب راح تكون لي، وأخلص شهادات التدريب. يعني شنو رد نادي الصليبيخات لك لما قدمت اعتذار؟ هو بالعكس، هو نادي الصليبيخات قال الأمر يرجع لك، أنت بتكمل معانا، يعني النادي ناديك والفريق فريقك، تبي تكمل شهادتك. طبعا هذا الأمر يعني منطوض علي أنا، يعني أنا اللي بكمل، لأن الموسم اللي فات هو أنا اللي اعتذرت، الموسم هذا ما أقدر اعتذر ثاني موسم على التوالي، أخلص الشهادة وأكون إن شاء الله يعني النادي موجود والفرق موجودة والأندية كلها. المدرب الوطني كابتن ثابر، إمكانيات اللي عندنا هني تساعده؟ في يعني أنا واحد من الناس، يعني أنا بالنسبة للنادي صراحة يعني ساعدوني نوعا ما، يعني إذا ما قلت 100% 95 إلى 90%. في أندية ثانية لا ما ساعدوهم، الأندية الكبيرة ما أعتقد الكويت القادسية العربي كاظمة من المفروض أن تساعد الطاقم التدريب مالك سواء وطني أو أجنبي. بس أنا اللي قاعد أقول، إذا أنت تصنيفك بالعالم أو تصنيفك بآسيا كأقوى دوري، أنت مو تصنيفك مو قوي. فسؤالي لإدارات الأندية، متى المدرب الوطني ياخذ حقه يعني حقه، او ياخذ يعني مجال انه يدرب؟ يعني لما يصير تصنيفك قوي او ينفتح باب الاحتراف الكلي ويصير دوريك نار وقوي، تبي تعطيه فرصه؟ ما اعتقد. الحين انت بالتصنيف هذا ولا تصنيفك انت نوعا ما سيء، خلينا نكون احنا واقعيين، نوعا ما تصنيفنا سيء. اذا ما ياخذ حقه وياخذ فرصته بهالتصنيف، متى ياخذه؟ هذا سؤالي لإدارات مجالس الأندية. بس بعدين هذه فرصة حلوة، يعني أنك أنت بوضع الحالي أعتقد الملاعب الكويتية حق المدربين أو أنك تأخذ شهادات كمدرب، أعتقد الوضع يعتبر صحي للمدربين. أكيد المدرب الوطني أكثر. فلو الوضع مثلاً مطبقين قوانين بصرامة أكثر، أعتقد عدد المدربين الوطنيين الموجودين في الملاعب الكويتية راح تقل. أكيد راح تقل بشكل كبير. وأنا أتوقع.